اليوم نحن في ضيافة نادي الصحافة بالرباط ضمن فعاليات ندوة صحفية نظمتها فيدرالية جمعية محامي الشباب في المغرب لتقدم خلالها ملاحظات ثابت على تقديمها سنويا بخصوص حالة المحاماة والقضاء ومنظومة العدالة وحقوق الإنسان خلال السنة التي تشارف على الانتهاء. طبيعة الحال هناك عدة مؤاخذات تفرض علينا أن ندلي بتسمية شأنها داخل قطاع المحاماة وداخل القضاء داخل منظومة العدالة. كذلك هناك عدة ملاحظات مجتمعية تتعلق بمدى احترام المحاكمات العادلة وانضباط القضاء لتعليمات الملكية السامية في تطهير مرفق القضاء. وكذلك هناك محاولة لإثارة الانتباه لمجموعة من التدابير التي يجب على السلطات الحكومية اتخاذها بلفت الانتباه إلى أنه لا يمكن استمرار الآن في هذا المسلسل المتعلق بالغلاء الفاحش الذي يضرب الأسر المغربية والذي أصبح يهدد الطبقات المتوسطة بالنزول إلى يعني معاناة. يكفي أن تكون هناك فئات يعني كبيرة من المواطنات والمواطنين يعانون وقد توجد هناك يعني احتياجات متواصلة لأن تتضافر الجهود للغيورات والغيورين داخل هذا البلد في الترافع والنضال لأجل الرفع من مستوى العمل الحقوقي والقضائي والمهني داخل قطاع المحاماة. هناك الآن عدة مشاريع قوانين تناقش كان للفيدرالية آراء بشأنها وراسلت جمعية هيئة المحامين بالمغرب بشأن مجموعة منها وستراسل كذلك بشأن الباقي. نأمل أن يعني تشكل هذه الندوة منطلقا العمل بمجموعة من توصياتها ونأمل أن نعيد التواصل معكم في فرصة مقبلة إن شاء الله. أستاذ يونس قربي محامي بهيئة الرباط وعضو المكتب التنفيذي أو المكتب الفيدرالي لفيدرالية جمعية المحامين الشباب بالمغرب. اليوم الجمعة 30 دجنبر 2022 بنادي الصحافة بالمغرب حاولنا ما أمكن نعقدوا ندوة صحفية اللي هي الثانية. طبعا خدات الفيدرالية هاد القرار ديال تنظيم ندوات صحفية سنوية باش تحاول تواصل مع الرأي العام بصفة عامة وتحاول تبين المواقف ديالها فيما يتعلق بالشأن المهني ديال المحاماة وكذلك فيما يتعلق بالشأن الحقوقي وكذلك الشأن المجتمعي. يعني كما شفتوا في البلاغ الصحفي حاولنا نطرقوا لمجموعة ديال المواقف اللي اتخذت الفيدرالية في البلاغات ديالها من خلال ما عبرت عنه في مجموعة ديال الاحتجاجات اللي كانت كديرها داخل مرتاهات المحاكم وكذلك أمام البرلمان اللي أكيد هناك قضايا تتعلق بالرأي قضايا تتعلق بحقوق الإنسان. ذكرنا على المحاكمات عن بعد والموقف الفيدرالي منها ذكرنا كذلك على الغلاء ديال المعيشة اللي كينخر يعني الجيب ديال المواطن اللي في حقيقة لمسنا احنا شخصيا اللي احنا جزء من المجتمع وكذلك فيما يتعلق بعض المواقف المهنية اللي عشتوا معنا محطات اللي حاولت الفيدرالية من خلال أنها تعبر عن المواقف ديالها سواء ببلاغات أو سواء بأشكال احتجاجية اللي حاولنا نسطروها في محطات متفرقة. والأكيد على أن الفيدرالية لا زالت مستمرة طبعا في مواقفها وفي نضالتها سواء في الشأن الاجتماعي أو الشأن المهني وآخرها اللي مازال حنا عايشين واللي المعركة اللي كنخوضوها مع وزارة العدل فيما يتعلق بمسودة قانون مهنة المحاماة وكذلك حتى طريقة الولوج ديال مهنة المحاماة يعني عن طريق هذا الامتحان وهذا الأعداد دون وأصدر على ذلك دون أن يتم العناية بالمجال ديال التكوين ديال المحامون المتمرنون والشيء اللي كينعكس سلبا على مهنة المحاماة وبالتبعية كينعكس على قطاع العدالة بصفة عامة. وهذا هو المسألة اللي بغينا ندقوا فيها نقص الخطر من خلال هذه الندوة الصحفية.
شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.